بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أشكر هذا المنبر على استقباله لنا، وأود أن أوضح بعض الأمور الغامضة التي أصبحت ماسة في حاجة لتصحيح المفاهيم المغلوطة وتوضيحها حتى نتمكن من إزالة الغموض الذي طالت سوية وضعية عمال شركة نسيامو. لما تعرضت شركة نسيامو للإفلاس بتاريخ 29/1/2013، عقدت إدارتها العزم على إغلاق مارس التنظيم النقابي المحلي وظيفته في الدفاع عن العمال والعاملات المنضوية تحت لواء منظمتها، خاصة عندما حاول مديرها مراوغتنا. فكان لابد من تدخل السيد محمد بوجد الأمين الجهوي مشكورا بمبادرته وتوجيهاته في الموضوع بقصد تسوية وضعية العمال والعاملات وفق ما يقتضيه القانون الشغل، مع محاولة إقناع المشغل بالبعد الإنساني والاجتماعي، وذلك بمنح بعض التحفيزات لهؤلاء العمال والعاملات الذين سيعرضون البطالة والتشرد. انتدب السيد الأمين الجهوي كلام من بودهن عبد الواحد والحساني محمد ينوب عنه في التشاور والتفاوض مع فتيش الشغل والمشغل، حيث اهتدي إلى حل يرضى كل الطرفين، فسلم المشغل عن طريق ممثله مبلغ قدره 28 مليون في 15 أبريل 2013 كدفعة أولى لعبد الواحد بودهن، وذلك في محيط مركب تجاري مرجان بالناظور. ثم الدفعة الثانية قدره 10 مليون 16 أبريل 2013 لعبد الواحد بودهن في محيط مقر الاتحاد المغربي للشغل. ومن أجل ضمان حقوق وتعويضة العمال اقترح الأمين الجهوي الاتحاد إفاد الكاتب العام للمكتب النقابي لشركة نسيامو، أنا شخصيا نور الدين الخواني وأمين المال عبد الرحيم شوبات إلى الدار البيضاء قصد الحضور في عملية بيع شاحنة تابعة للشركة من أجل استخلاص المبلغ المالي المطلوب لسداد تعويضات عمال الشركة. وكضمان لهذه العملية أحضر ممثل المشغل أجعون علاش شيكل 42 مليون درهم للسيد الأمين الجهوي الذي بدوره سلمه إلى الحساني محمد بتاريخ 24 أبريل 2013. أحضر عبد الواحد بودهن ومحمد الحساني إلى مقر الاتحاد بالناظور مبلغا 40 مليون، وأوصى الأمين الجهوي بإيداع المبلغ المحصل في الحساب الجاري للمنظمة من تلف أمين المال عبد الغني طليس. وهكذا قام أمين المال السيد طليس عبد الغني ونائبه كروش المختار بإحالة العمال والعاملات على البنك التجاري وفو بنك لأخذ حصصهم المستحقة من التعويضات التي تم إقرارها في المفاوضات التي جارت بين مفتشية الشغل ومفتي الشركة والمكتب النقابي بحضور عبد الواحد بودهن، والمحددة ب 58 مليون و600 مقابل التوقيع على لائحة التوصل. ثم تم توزيع الدفعة الثانية التي قدرها 8 مليون بمقر منظمة الاتحاد المغربي للشغل بحضور كل من السادة طليس عبد الغني والمختار كروش ومحمد العزاوي والكاتب العام للشركات نور الدين الخواني وأمين المال عبد الرحيم شوبات. والحق نقول أنه بالرغم من محاولة كل من يريد تضليلنا محاولين إجبارنا على قول الزور وافتراق الكذب، نشهد كل عمليات توزيع التعويضات على العمال والعاملات مرت في ظروف جيد عادية. إن السيد الأمين الجهوي محمد بوجيد الذي عرفناه صديقا ومناضلا كان له الفضل في تسوية هذا المشكل بوعيه الحي وحسه النقابي وتلقائيته الوثابة والناضجة بعيدا عن كل مزايدة أو تحامل. إننا نحن كنا تحت نضال تحت الاتحاد المغربي للشغل التي نشكرها كل الشكر الجزير، بالخصوص السيد محمد بوجيدة والأمين العام بالدار البيضاء السيد مخاريق وكل من ساهم في هذه العملية. ولكن من يريد تضليل هذه النقابة والكذب لا نريد أي مزايدة، وأوجه هذا الشكر لكل العمال والعاملات الذين هم منخرطون في نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن يكونوا متشبثين في هذه النقابة، وشكرا. السلام عليكم. هذاك الشيء اللي كنت باغي نقول انا راه قالوا خواني نور الدين. انا كاتب المال ديال شركه نسيامو، وهذا الشيء اللي قال نور الدين كنشهد به، وكنشكر الاستاذ ابراهيم القرفع هو اللي كنشكر. انا مشيت عنده حتى للدار البيضاء ومشيت عند بخاري حتى للدار البيضاء على هذا الشيء كامل. والسلام صافي.